المجد لله. نحن اليوم بالتنين يلي بسموه تنين الحواريين بعدنا مندهشين بسر الألم والموت. مات الملك، مات الرب، مات المعلم، مات الحلم. انقبر المعلم ونحط بالمقبرة وتسكر الباب، تسكرت عيون المؤمنين، تسكرت عيون التلاميذ. مثل لما الإنسان يموت بيكونوا عم بيحلموا شو بدو يعيشوا مع اللي بيحبوه، وفجأة مات الحبيب. تخيلوا التلاميذ شو كانوا عم بيحلموا مع الرب يسوع، والفرق انه كانوا يحلموا هن واعيين مش هن ونين. ولكن منشوف انه الحلم حتى صار كابوس لانه مات المعلم ومات الرب. وبالحقيقة أخوتي الأحبة، نحن اليوم قدام سر كتير كبير منا بيفكروا فيه وبيقولوا ليش، شو عم بصير، الموت شو قصته، يا ترى عنده نهاية أو هو بداية لحكاية جديدة. أنا وياكم أخوتي بدنا نقول الموت مش نهاية الطريق. يسوع عطانا كلمة وكلمته كانت حق وحياة. هو يلي قال أنا البداية والنهاية الألف والياء. وتيقول ألف وياء معناته ضروري نعيش بقلب الأبجدية تبعه، لأنه هو الكل بالكل. ربنا يسوع ما بيعطي ضمانات، ربنا يسوع بيعطي كلمة حياة. ولا مرة وعدنا انه بحياتك على الارض رح بتعيش لفي ان روز، بالعكس هو يلي قال سوف تعانون الضيقة في هذا العالم، ولكن تشجعوا ثقوا انا غلبت العالم. وهيك صار بتلاميذ، اول ما سمعوا اول قسم من الجملة وشافوا اول قسم من الحكاية شو عملوا؟ خافوا، صاروا يحلموا هنو نايمين كوابيس، بطل يحلموا هنو. ليش؟ لأنه الرب مات والغالي عقلبنا فقدنا. انتبهوا، يسوع شو قال؟ سوف تعانون الضيقة في هذا العالم. شو عملوا التلاميذ؟ خافوا. بس ما سمعوا. كثير من المرات نحن منحط نقطة محل الفاصلي وفاصلي محل النقطة، بالوقت الجملة ما خلصت ومفروض نحط فاصلي. سوف تعادون الضيقة في هذا العالم، فاصلي. الرب يسوع مات، فاصلي مش نقطة. التلاميذ حطوا نقطة محل الفاصلي واعتبروا انه الحلم خلص راح، وما زال القبر تسكر على الحجر. على الأكيد خلصت الحكاية وعيون الإيمان تسكرت مع تسكيرة الحجر. لا، حتى نكمل الجملة ونشوف يسوع شو كمل من بعد الفاصل. وما تحط نقطة، وبس بك تقرأ الإنجيل ما تقرأ آية راه كله، ولما بك تعيش آية بتكون انت ناقص مش هتوصل لحكاية القيامة. بدك تقرأ كل الإنجيل تتفهم انه الرب يسوع بده يحكيك حكاية غلبي، ولكن الغلبي ما بتتم إلا بعد العبور من خلال الألم والموت. متفقين هون؟ إذن سوف تعانون الضيقة في هذا العالم، فاصلي. حتى نكمل مع يسوع، ولكن ثقوا تشجعوا أنا غلبت العالم. واو أبونا شو حلو. يعني في من بعد حكاية الاضطهاد والضيقة والشدة والتجربة والمحنة والخطية ممكن معقول في غلبي مع الرب يسوع؟ في غلبي. بس كملوا الحكاية يرحم موتكم. اكثر اختار بيسمعوا اول جملة، وهذا يلي صار مع التلاميذ. شافوا اول حكاية من القصة، بس هي فصل من الحكاية بس ما خلصت، انه مات الرب ونحطت النقطة.
مش مظبوط. ربنا كان قايلكم قبل قبل كذا مره، ثلاث مرات، انه انا راح موت وبعد ثلاث ايام اقوم. ليش قاسين قلوبكم؟ لانه سهل عليكم تصدقوا انه انسان بيموت، بس ما صدقتوا انه انسان بيقدر يقوم حاله من الموت، لانكم بعد مش مؤمنين انه يسوع هو الله. مش نفس الشيء بيصير معنا؟ وقت اللي نبكي انسان في ادناه نلبس عليه الاسود وما بتخلص الحكايه، واول فصل نعتبر الحكايه خلصت، ولكم ما بتخلص اول فصل بيخلصش، منحط نقطه وبيضل الاسود، ومنضلنا دفنين يسوع بقلوبنا بقله الايمان، بقلوبنا مدفون يسوع ومش عم نعرف نقومه، ما نحن صوره الله. مش مظبوط؟ ولما نحن ندحرج عن قلبنا الحجر لتقيل بالاعتراف ونتوب عن خطيتنا، معناتها نحن اعلنا ايماننا بالرب يسوع وصوره الله فينا حي مش ميت. ولكن لما نبقى بالخطيه وعايش بسوداويه الايمان، بعيش ايمان على ذوقي وبتعلق بالخطيه وبتعلق بامور كثيره وبتعلق بذاتي وما بعرف اطلع من الاسود تبعي، لانه مش شايف يسوع من الموت، بضلني بالفصل الاول حاطط نقطه ومن بعد نقطه وما بيخلص الفصل من قله الايمان. ونحن نعتبر ان يسوع قايم من الموت. طب يا عم رفقت الميت 40 يوم، طب بعد 40 يوم ما خلص مش لاح الاسود، ليش بدك تضلك لابس اسود؟ لانك مش مآمن بيسوع القائم من الموت. وهيدي شغله بسيطه، بس نحن عم نحكي عن شيء تاني اكثر من هيك. كيف نحن ندفن يسوع بقلوبنا ما بنقبل انه يسوع قامن الموت؟ لما ما بقبل ترجم كلمته بحياتي وحقق وصيته بحياتي، ولما نضيع الوصية لانه مات الملك مات الرب، لانك بعد ما امنت بقيامة الرب. انا حابب اقولك انه النقطة انحطت على القيامة والفاصلة على الموت، إذا بدك تضلك بالفصل الأول لو بالصفحة، لو بالصفحة كمل الآية، كمل آية الحب يلي بتنتصر. مظبوط؟ إذا كنت أنت ابن الله انزال عن الصليب خلص حالك وخلصنا. إذا كنت ابن الله بتشفيني بنتي. إذا كنت ابن الله بتساعدني حتى طلع مصريات وام بولادي، ليش هالتأثير؟ ليش هالشر؟ منصير نحن نعير الرب مثل ما عيروا الوثنيين تحت الصليب ومثل ما عيروا الفريسيين، نفس الشيء. وممكن اخوتي الاحبه اذا نزل يسوع عن الصليب، اذا نزل ممكن يكون قبضاي عنده عضلات، ممكن يكون ساحر، لك ما عمل اكثر من انه ينزل عن الصليب. اول موته وشفي مرضى، طرد الشياطين، مشى على المي، كتر السمكات والخبزات، ما خلى عجيبه الا ما عمل قدامنا، وبعدنا نقول انزال. اسمعوا شوي، ما انت قلوا بالصفحة تتعرف الرب شو كانت العجيبة تبعه. العجيبة تبعه انه دفن خطيتكن وموتكن يلي خايفين منه، دفنوا بجسده بانسانيته، لانه انسان. ولما نقول انسان يعني حمل انسانيتنا بذاته تيقدس انسانيتنا. ليش مش حابب تقلب الصفحة وتروح لفصل القيامة وتروح للنقطة؟ ليش بعدك مصدق ان الموت نقطة مش فاصلة؟ ليش؟ لانك بعدك بقلبك من جوا عندك سوداوية بالايمان ومعتبر حالك بتآمن. بتجي على القداس وبسألك بتقرأ الانجيل، بتقلي ابونا واخر حجي ما عندي وقت، وبتبقى انت قاعد مع التليفون 5 ساعات بتحضر مسلسلات تركية وسورية. ولك كيف بدك تقوم؟ كيف بدك تقوم من جعل الخطية اذا ما عرفت الحب؟ ما رح بتقوم من موت وجعل الخطية، رح تبقى محلك بالقبر، ما رح تخلي يسوع فيك قايم ومنتصر من الموت. ما حدا يقول لي ابونا انا بحب الرب يسوع من بعد ما الرب يسوع عطاك وصيته، بقول لك يا خيي امك وبيك تركوا لك وصيه بعد الموت، اعطيوني اياها تعطيك اياها. قلت لي ابونا فرجيني اياها بسرعه،
ما بتحب تأجل نهارين، بدك تشوف الوصية. بس الرب يسوع لو كان حبيب على قلبكم مثل أمك وبيك، ما كنت بتأجل أنك تقرأ كلمته يلي قال كلامي حق وحياة، يلي بيآمن بكلامي ما بيقطع بدينوني، لأنه انتقل من الموت للحياة، لأنه الإنسان اللي بيعيش كلمة الله هو حي. هو حي. شو هي الأيام إنك تعيش كلمة الله؟ هيدي الأيام. شو هي الأيام إنك تغفر مثل ما غفر الرب لأعدائه؟ ونحن اليوم لأخواتنا مش عم نعرف نغفر. ولك أي رب عم نعبد يا جماعة؟ حدا يقول لي يرحم موتاكن. بعدنا مثل ما طلعنا بيقطع عيد ورا عيد، وهن ذاتهم كل سنة، وبنبقى محلنا عم نبرو وتعودنا. زينة، أكل، شرب، شوية عادات. ايه بتكون الطقوس المقدسة عادات. لما أنا ما بقرأ كلمة الرب أيامي، شو لأيامي؟ اتسكرت عيون الإيمان، سكر القبر. ترجم هالموضوع وقت اللي تسكرت العلية، وصارت العلية قبر، وهن عايشين دافنين حالهم بالخوف، دافنين حالهم باليأس، دافنين حالهم بالموت، وهن عايشين. لأنه الخوف بينفي الحب، وبينفي القيامة، وبينفي الحياة والحقيقة. ناطر بعلية ذاتك، مفكر حالك عايش وانت أبضاي. عندك وقت بتقول بكرة بأجل، بكرة بتوب، بكرة بقدس، بكرة بحب، بكرة بغفر، بكرة بقرأ الإنجيل. يا سبحان الله، يا سبحان الله. الأيام فينا وين؟ بعدنا من أجل نقلب الصفحة ونروح لعند يسوع وقال له ربي أنا بآمن بقيامتك. الأسود رح أشلحه. أنا بآمن بقيامتك بدي أغفر لخيي. أنا بآمن بقيامتك بدي حب. أنا بآمن بقيامتك بدي فكر بالفقير وأعطي من حاجتي، مش الفايض طبعا. مغلط أنا؟ بوقف؟ طيب بكمل. أخوتي الأحبة، يرحم موتاكم. كثير مرات منكون إحنا عايشين ولكن عايشين بقبر. سكرنا العلية خلص، لأنه تسكرت عيون الإيمان، مش مصدقين إنه الأيام حقيقة. وهون بدكن الأيام انفتح باب القبر، والقبر أحلى علامة. القبر يلي كانت علامة خوف وموت ورعب، وكانت علامة عتمة، تحولت بنص الليل لنور، لأيام، لحياة. السماء صارت على الأرض. بقلب القبر بلشت الحكاية، من قلب العتمة بلشت الحكاية، من قلب الخوف بلشت حكاية الرجاء والإيمان. واليوم نحن بعدنا عايشين ببيوتنا مسكرين على حالنا، بخاف إن بشر المسلم والدرزي والإنسان البوسي والهندوسي، لأنه ما بعرف إيماني، وبعدني خايف. لو بعرف من هو يسوعي ما كنت بسكت عنه، كنت بخبر عنه كل الناس. ولكن بعتبر حالي مؤمن، بعتبر حالي مؤمن، بعيش تقويات، بس تقويات بيقولوا فارغة ولوقة ومعفنة. يسوع المسيح حي، حي بالإربان. واللي ما بده يصدق مشكلته، يسوع اللي عم نتناوله القائم من الموت، واللي ما بده يقوم معه مشكلته. والإنسان اللي ما بده يصدق إنه الرب يسوع بكلمته حي، لما أنا بعيش كلمته أنا حي تمام مشكلته. أنا أمنت بقيامته لما اطلعت بحياة القديسين يلي ترجموا كلمته على الأرض. أجساد ما بليت، ومن أجساد طلعت النور وطلعت ريحة البخور، مثل حكاية يسوع. ولا طلع لما طلع من القبر، طلع من القبر، صارت الملائكة بقلب القبر وشفون بقلب القبر جوا. عم تتخيلوا معي؟ القبر صارت حكاية سما، صار حكاية فرح. أحن الابتسام لأن الرب قام وحول موتنا لمعفن لأيامي منورة. أجساد الابتسام، نحكي عن شربل 68 سنة بعد موته يعرق دم ماي. ما بدكم تصدقوا؟ شو بدكم بعد؟ بدكم علامات؟ ما هي المشكلة بالعلامات؟
كل مرة الله بيعطيكن علامة وعم تقسوا قلبكن رح يقل نصيبكن أو رصيدكن بالسماء. رح تخسروا طوبة يلي خسرها توما خسروها للتلاميذ. قال لهم أنتوا لأنكن شفتوا أمنتوا، أنا بقول طوبة للذي آمن ولم يرى، طوبة للذي آمن ولم يرى. بدكن علامة؟ لن يعطى لكم سوى آية يونان النبي. ما في إلا الحب بيشفي. إذا أمنتوا فيه ما بتخسروا أبدا نصيب ولا رصيد ولا طوبة بالسماء. بعت لهم مريم المجدلية وبعت لهم اثنين من التلاميذ 72 تلميذ عن موز، وقالوا لهم ثلاثة صاروا ما صدقوا خسروا رصيد كبير. وكتير من المرات الرب ما بيعطيك علامات محسوسة حتى ما تخسر الطوبة. عرفت ليش كتير مرات بتصلي وربنا ما برد عليك؟ لأنه بدك علامة ونسيت انك انت متت مع المسيح وقمت معه وقت اللي تعمدت، وانت العلامة. بدك علامة؟ ولك ما انت العلامة، انت نور يسوع اللي طالع من القبر، انت حكاية يسوع اللي طالع من قلبه، وانت حكمة يسوع يلي طالع من عقله، وانت فرح المسيح يلي طالع من روحه. شو ناطر علامة؟ العطرة نزلت زيت من روح كنا سوا في سهرة انجيلية ما حدا بيجي. العطرة حركت بإيدها، أخي الاسم العطرة حركت بإيدها بعرس قانا جليل مرة وحدي وقت اللي دلتنا على ابن يسوع وقالتنا افعلوا ما يقوله لكم. متفقين؟ وبعضنا ناطرين علامة. انت العلامة، انت العلامة عن القيامة. وقت تدحرج عن قلبك الحجر التقيل، وقت تدحرج عن ضميرك الحجر التقيل، الحجر التقيل خطيتك المميتي يلي مش قابل تقوم منها، انت صدقت انه في خطية ما بتنغفر؟ لانه انت مش مصدق بنعمة الروح القدس اللي فيك المتمرة تمرة، ما بدك تصدقها. الخطية الوحيدة اللي ما بتنغفر التجديف على الروح القدس. وقت اللي بدك تصدق منطق العالم وتحجب عنك نعمة الروح القدس وتطمره، سكوت سكوت. انا بحب اذني، انا بحب اسرق، انا بحب روح على امار واتعاطى مخدرات، انا عبد لخطيتي. وانت اردت من الحيوان لانك عم تعيش بغريزتك، ولكن الحيوان انخلق غريزي، انت انخلقت حر من الغريزة. اختي الاحبة، شو هي العلامة؟ العلامة لما ندحرج عن قلبك خطيه المميتة وصدق واعراف، صدق واعراف انه الخطيه اللي ما بدك تتوب عنها وحدة الخطية اللي ما بتنغفر. الخطية اللي ما بتتوب عنا وحدة الخطية اللي ما بتنغفر. ما تقسي قلبك اليوم إذا عم تسمع صوت الرب من خلال صوت الكاهن، صوت النبي يلي من خلق يكون لذاته. طلعت من أحشاء أمي لأنه قبل طلعت من أحشاء الله من حبه تأصرخ هذا الصوت، واللي ما بده يسمعه مشكلته. اليوم عندكن وقت تتوبوا، يمكن بكرة تموتوا. الجاهل يلي بأجل لبكرة، الجاهل يلي بأجل انه يطوي الصفحة ويقرأ الفصل الجديد القيامي، الجاهل يلي بحط على الموت نقطة وللأسف بيقلب الدور. انت اليوم مسؤول وعم تسمع، وربنا بكرة بذكرك بيوم الدينوني انه بعطلك أصغر الكهنة وآخر الكل، وصرخ صوت مثل صوت حبي على الصرخ تيقلكن حكاية حبي. ليش ما صدقتوا؟ انبح صوته هلا. ليش ما صدقتوا؟ دحرجوا الحجر يرحم موتكم، دحرجوا الحجر عن باب القبر، دحرجوا الحجر عن باب القبر،
دحرجوا الحجر عن باب قلبكم. خطيه المميته اليوم خدوا قرار. اربع كهنه ناطرينكم تنقول مع بعضنا المسيح قام. وكون فرحان، كون فرحان معكم ومصدق انه المسيح قام بحياتكم. روحوا دحرجوا الحجر عن باب قلبكم بارادتكم وبالنعم يلي فيكم. انتم ما متوا بعد، والا اذا ضليتوا بقلب العلي ومسكنين حالكم انتم ميتين عايشين. ولكن مرشربل كان نايم بالقبر ميت ولكن بعده عايش. مليونين نسمي على ضريحه كل سنه، مليونين نسمي زلمه نايم بالتابوت عم بجيب للمسيح من كل الاديان. مليونين نسمي وانا وانتو عايشين من روح وبنشي بتكير بنكير بادي بيلدينج ابطال ابضيات بنعمل اللي بدنا بالوقت ومعتبرين الوقت لنا. شو بصير فينا؟ اللي نحن معتبرين ان احنا القصه كلها سوا. ما بنقدر نجيب خمسه على بيت الله، ولك اولادي ما بقدر اجيبهم على بيت الله، ولك ذاتي ما بقدر اجرها على بيت الله. يا جماعه مين العيش ومين الميت؟ مين العيش ومين الميت؟ مرشربل العيش ونحن الموتى. شايفين بحالكم قاعدين تحكوا؟ فرجوني شو عم تحكوا. شايفين بحالكم عندكم عيون بتغمزوا فيهم؟ فرجوني كيف بتطلعوا، عشو بتطلعوا. عندكم درين بيسمعوا شو بيسمعوا؟ عندكم لسان بيحكي شو بيحكي؟ عندكم قلب بس شو بيعمل؟ بيحب. اخوتي الاحبة الله يرضى عليكم، انا ما بدي اطول، في كتير بقلبي قلبي، بس الظاهر في ناس عرفوا يعيشوا الايام لمن يعرفوا يموتوا عن ذاتهم. لانه الايام بدها موت. ايه بدها موت، موت عن الخطيه، موت عن انسان العتيق، موت عن القديم. وبالاخر ربنا حتى فتح مجال لتلاميذ وقت اللي ظهر بالعلي وباب مسكره، ولما فات لعندهم وكشف لهم عن ذاته بس خسروا طوبه، انفتح الباب وصارت العلية اللي مثل القبر حكاية حلوة كتير لعنصرة جديدة حاملة قوة الحياة والروح القدس.